كذلك قول الله رب العالمين: قل يا أيها الكافرون. وفي آخرها: لكم دينكم ولي دين. أمره الله عز وجل بأن يخاطبهم: يا أيها الكافرون، يعني أنتم كفار. وفي آخر السورة: لكم دينكم، أي أنتم لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. وليس معناه حلال لكم أن تستمروا على ما أنتم عليه من الكفر وفي الآخرة لا مؤاخذة عليكم، بل جاء نبينا محمد كما من جاء قبله من الأنبياء لمحو الكفر ولمحو الشرك ولأمر الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل.